أهلا وسهلا، إزيكم؟ يا رب تكون بداية أسبوع سعيدة وعظيمة ورائعة للكل. بصوا، علشان أقول لكم يعني حكاية كده واقفة في زوري، بس أنا مش عاوز الناس تنساق لمعارك السوشيال ميديا خالص. يعني في واحد راجل إحنا ما نعرفش ده مين أصلا، حتى الأكاونت بتاعه ولا فيريفايد ولا دياوله، اسمه سلطان الحربي، بيدعي أنه راجل مواطن كويتي وبتاع، وأنا بقول لك يدعي ليه؟ أنا راجل قابلت أو سافرت الكويت مرتين أظن، مرتين في حياتي. قابلت ناس لطيفة جدا، مهذبة جدا، متعلمين وأذكياء وزي الفل وبيحبونا وميت فل و14. وهتلاقي في كل حتة زي ما موجود ناس زي الأخ سلطان ده، زي ما موجود في الكويت، زي ما في ناس عندهم أو شبههم عندنا يحملوا الجنسية المصرية أو يدعوا ذلك، زي ما هتلاقي في أرجاء الوطن العربي ناس شغلتها على السوشيال ميديا إنها تسخننا على بعض علشان نتخانق مع بعض. سلطان الحربي ده مما لا شك فيه راجل تافه، لما يكتب تغريدة تافهة، بص، كل الوطن العربي، شعوبه، حكامه، أنظمته، سياسييه، كتابه، يعلمون جيدا حجم مصر، وعارفين يعني ايه ان مصر بلد كبير، وهي الشقيقة الكبرى دون اي منازع، وانها صاحبة اليد الخضراء والدرع الحامي لكل المنطقة العربية من اول اقصى المشرق العربي وحتى اقصى المغرب العربي على سواحل الاطلنطي، وحتى الجنوب في يعني السودان، وكان زمان جنوب السودان طبعا، ولازالت شقيقتنا وصديقتنا حتى هذه اللحظة، أخيرا زي ما أنت شايف الصومال، جيبوتي، إريتريا، الكل دون استثناء واحد يذكر، يقدر ويحب ويحترم مصر والشعب المصري إلى أبعد درجة ممكن تتصورها. ولو حد من حضراتكم يمكن ما حلفوش الحظ انه يزور اي دولة من الدول العربية، انا بقول لك لو زرت هتسمع بيتقال على مصر والمصريين شعر بمناسبة وبدون مناسبة. لو دخلت مطعم هيتقال لك مصري، يا سلام مصر ام الدنيا على طول كده، يا سلام المصري ده بيدخل القلب، يا سلام المصريين دول عملوا سووا وبتاع. وبالمناسبة احنا كمصريين لا، احنا ما نحبش يتقال ان احنا لا لينا جميلة في رقبة حد، ولا ان احنا جميلنا، ولا ان احنا سعيدنا، ولا ان احنا خالص خالص. مصر يا جماعة حاضرة في الوجدان العربي من مشرقه الى مغربه. ب تعال ناخد بقى واحدة واحدة، اغانيها وموسيقاها، افلامها، ادبها، أدبها المكتوب يعني مش الأدب اللي هو الخلق، وطبعا الخلق مما لا شك فيه حلو، علمائها، أطبائها، مهندسيها، مدرسيها، عمالها، أسطواتها، كتابها، صحفيها، حدث كيفما شئت، وطبعا قواتها المسلحة، الدرع الحامي للمنطقة العربية بأسرها على مر التاريخ، زمان وامبارح ودلوقتي وبكرة، زمان ودلوقتي وبكرة، وهتفضل مصر كده. مصر كبيرة، مصر أصلا عصية على كل تفاهات الإدعاء، السقوط، الغرق، كل هذه البلاهات غير موجودة لا في مصر ولا في الذهن العربي أصلا. وبالتالي دعوتي الحقيقية الخالصة والله، محدش ينساق وراء هذه البلاهات وندخل في معارك كلامية على السوشيال ميديا ولا ليها أي قيمة ولا ليها أي لازمة. واحد زي السلطان ده تتجاهله، أنا لا أستبعد أنه ممكن يكون واد إخواني تافه عاوز يخلق معركة من اللاشيء ويرد عليه ناس بالحمية والوطنية المصرية، لا ده تحتقروه وتطنشوه كأنه مش موجود على الإطلاق، لا تعمل ريبلاي ولا تعمل شير ولا ترد عليه بأي شكل من الأشكال، كأنه والعدم سواء. في بعض الناس ردت ردود أكتر من رائعة وأفحمته، مفيش خلاف، ودي أسهل حاجة عند المصريين يعني. وفي ناس تانية الحقيقة ردت ردود فيها قسوة، وأنا لا أحب هذه القسوة في الردود. بالمناسبة أنا واحد من الناس اللي كنت من هؤلاء القصاة في بعض الأحوال يعني، وأنا بقولك ده غلط ومش صح، دي معارك عبيطة وهدر وتفاهة وما بتعملش أي حاجة غير أنها تخلق كده على رأي الإنجليزي يقولك باد بلود، يعني إيه؟ تخلق
حاجة وحشة في النفس تجاه بعضنا البعض، وهذا مش مطلوب. احنا عندنا معركة كبرى في المنطقة اسمها الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية في فلسطين. عندنا بلاد محتاجين نعيد بنائها ونعيد استقرار أنظمتها ونعيد تكوين واستقرار جيوشها. المنطقة العربية لو فضلت واحد محدش هيقرب. المنطقة العربية لو انساقت للمعارك الجانبية العبيطة والجوفاء وبلهات السوشيال ميديا هيفضل الإنجليز والأمريكان وغيرهم يعبثوا بمقدرات هذه المنطقة. بعد إذنكم ما تنسقوش لهذه التفاهات، سواء إذا كانت تفاهات واحد زي سلطان الحربي ولا غيره. على الإطلاق اتفرج واضحك، ده بني آدم تافه، وافرح بإنجازات بلدك اللي طول الوقت مستمر. بصوا يا جماعة، أنا دايما بقول كلمة، مصر أصلا ما بتقعش، ما فيش حاجة اسمها لا مصر بتقع ولا مصر بتغرق ولا عمرها لا وقعت ولا غرقت. الجملة اللي أنا بستخدمها دايما يقول لك إيه، مصر في أضعف حالتها قوية، بل هي أقوى بلد موجود في المنطقة، مش بس علشان جيشها. هذا الشعب العظيم اللي عنده إرث حضاري وتكوين وجداني آلاف السنين ما بيقعش، وبيفضل طول الوقت هو اللي بيحمي كل المنطقة، كل المنطقة. مصر هي صاحبة الموقف الأقوى والأعمق والأكثر تأثيرا في الصراع العربي الصهيوني، وكمان في جولته الأخيرة. مسألة ملهاش علاقة بالفلوس، ملهاش علاقة، هي ليها علاقة بمدى قوة مصر وصورة مصر لدى الخارج. الكل يعلم، واشنطن تعلم ذلك، لندن تعلم ذلك، باريس، برلين، حدث كيفما شئت، عارفين قوة مصر إلى أي مدى وعمق التأثير المصري في دوائره الحيوية. فما بالك أن الدائرة الحيوية المركزية بتاعتي هي المنطقة العربية وإفريقيا بطبيعة الحال، وما بالك أنه مصر وعلى لسان رئيسها بنتكلم على أنه القضية المركزية المصرية هي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة. وهقول لك كلمتين وأرجو أن الكل يسمعهم كويس ويوزنهم. هذا الكلام ليس فيه من العاطفة أي شيء. عبد الناصر كان رجلا قويا جدا، السادات كان رجلا، ورحمة الله على الجميع، السادات كان رجلا ذكيا جدا، حلو. طيب رئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك قوة عبد الناصر ويزيد، ويمتلك ذكاء السادات رحمة الله عليه ويزيد. طيب بيزيد ايه؟ بيزيد انه راجل هادئ وعنده حكمة وطولة بال. الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس رجل سهل الاستفزاز على الإطلاق، راجل يمتلك من الخلق والفضيلة أكثرها، والهدوء والحكمة أكثرها، راجل لا يستفز، يعمل كثير العمل، كثير العمل، كثير الإنتاج، قراراته دايما واضحة وتحترم من العالم. لما حط الخط الأحمر في ليبيا، لما حط الشبيه بتاعه في فلسطين، حصل ولا لا؟ يجي بقى بنيامين نتنياهو يهفلط بكلمتين وبعدين عاوز يرفع سماعة التليفون ويتكلم فترفض المكالمة، تضرب المستشفى المعمداني والرئيس الأمريكي جاي على المنطقة عشان يقابل الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني فترفض المقابلة. دي قوة مصر. مين عرف يعمل ده في تاريخ العلاقات العربية الأمريكية؟ ولا واحد. بس الرئيس السيسي عمل كده، مصر عملت كده. وعلى صعيد آخر تشوف التتويجات المصرية على كل المناحي كما جرت العادة، العلماء المصريين اللي في كل حتة، الفنانين المصريين اللي طول الوقت بيستقبلوا في أي مكان بمنتهى الحفاوة، بمنتهى الحفاوة، وبيكرموا أعلى درجات التكريم، وأديكوا شايفين أهو، عشان هم مصريين، عشان أي حاجة تانية، لمجرد أن دول مصريين، فنانين ومبدعين وكتاب وهكذا. تلاقي النهاردة مثلا تتويج لمنتخب مصر لكرة اليد مثلا، ده على سبيل المثال، هو في دولة بتغرق منتخبها يبقى كده مثلا في كرة اليد مثلا يعني، فيحصد الميداليات طول الوقت، البطولات طول الوقت. المنتخب المصري عمل ايه؟ جاب بطولة أمم إفريقيا للمرة التاسعة، لا ليست الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، المرة التاسعة، بعد ما فاز على الجزائر بالنتيجة اللي حضراتكم أكيد عارفينها 29-21، فيتأهل المنتخب
كرة اليد المصري المنتخب الوطني بتاعنا لأولمبياد باريس إن شاء الله 2024 رسمي. الرئيس يهنئ المنتخب زي ما تم النشر الحقيقة ونشرها المتحدث أكيد لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة. نصها كالآتي: أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي والتأهل لأولمبياد باريس 2024، مشيدا بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني، حيث أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجا للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة، كما أعرب عن تمنياتي بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم. من ناحية تانية، هنا طبعا بتنتهي تهنئة فخامة الرئيس. من ناحية تانية، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيضا هنأت منتخب مصر لكرة اليد، وقالت الشركة في بيانها الرسمي: تهنئ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجميع العاملين بها منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي والتأهل لأولمبياد باريس 2024 والحفاظ على الريادة بالأداء البطولي لكافة اللاعبين وجهازهم الفني. ألف مليون مبروك لمنتخبنا، وكل الشكر لجهازنا الفني. معانا على التليفون دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. أهلا 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 يا دكتور، وألف مليون مبروك. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، والله يبارك لينا جميعا كشعب مصر الجميل، يستحق كل السعادة بإذن الله. طبعا أنا عارف حضرتك بتنام بدري جدا وأنا مأخر حضرتك. والله أنا عارف، بس أنا مهم عندي أولا أن احنا كنا نهنئ حضرتك ونسألك على توقعاتك بإذن الله لأولمبياد باريس. أظن الأولمبياد هتبدأ في يوليو السنة دي إن شاء الله 2024. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله احنا إن شاء الله ليها نكون مستعدين. لاعبتنا في الفورمة، حتى اللي كانوا مصابين اكتمل تأهيلهم، وأظن شفناهم وفرحنا بيهم وبأدائهم. أنا عايز أقول إن كل كلمة فخامة الرئيس قالها تكريم لينا، كل كلمة لها تأثير عظيم جدا في نفوسنا، وإحنا إن شاء الله يعني كنا آخر دورة أولمبية في طوكيو كنا رابع ودخلنا في المربع الذهبي، ونتمنى ان احنا فعلا في باريس ان احنا نحقق الفوز ونوصل باذن الله للتتويج. دي كل طموحاتنا وكل املنا باذن الله في الفتره الجايه. باذن الله وكل املنا وكل يعني دعواتنا لتاهل المنتخب باذن الله بعد تاهله، وانه ان شاء الله نرجع بالذهب. بس يجي دايما سؤال يا دكتور، يعني ايه هي سر الخلطه المصريه بتاعت ان احنا الحمد لله دي المرة التاسعة التالتة على التوالي؟ ايه السر بتاعنا؟ مش هنكشف كل حاجة برضو عشان محدش يقللنا يعني. لا لا لا، هي بسيطة جدا، واعتقد كل الرياضات يجب انها تعملها، ان احنا جميع منتخباتنا بدأ بنفس الاهمية وبنفس الاهتمام. اقل منتخب لينا مواليد 2008، اولادنا الصغيرين بياخدوا نفس القدر من الاهتمام اللي بياخده المنتخب الكبير. يعني عندنا اربع منتخبات رجال واربع منتخبات سيدات. الثمان منتخبات ليهم برامجهم وتخطيط علمي سليم، ليهم برامج اعداد واحتكاكات ومباريات متتاليه وقياسات ومتابعه وكشف طبي وتحليل اداء، يعني منظومه علميه متكامله. بيهمنا ان مفيش اي مرحله سنيه تقع مننا، وبالتالي بنضمن باذن الله ان احنا نكون مستمرين يعني في القمه باذن الله. باذن الله باذن الله هنفضل دايما ورا منتخبنا، وباذن الله نهنيكم ان شاء الله بان احنا نرجع بالذهب من باريس باذن الله. ان شاء الله. الف شكر لحضرتك، وشكرا جدا يا فندم على قبول المكالمه. كل الشكر دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. قبل الفاصل تاني، هذا الرجل اللي هو اسمه كان ايه؟ سلطان الحربي، انسان تافه محدش يجري وراه. وبص على الجوانب الاخرى،
الجوانب الأخرى هي قدرة مصر وأهميتها. يعني يقول لك إيه يا جماعة، مصر لم تعد هي القوة الإقليمية الرائدة في المنطقة، أمال كل رؤساء العالم بيكلمونا ليه؟ والكل ينتظر قراراتنا ليه؟ ونقابل من نريد ونرفض من نريد، ونستقبل مكالمات من نريد ونرفض استقبال من نريد مثلا يعني. فهتلاقي انه على سبيل المثال امبارح كان في مباحثات هاتفية ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. مش هقول لك بقى هنا يا ترى ماذا حملت هذه المكالمة، لكن مغزى هذه المكالمة ويا ترى هتبقى نتائجها عاملة ازاي على هذه الجولة الأخيرة من الصراع، واللي بدأت في 7 أكتوبر 2023. معانا على التليفون دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بيك يا دكتور حامد. سيادة النائب المحترم، ازي حضرتك؟ ده احنا اللي سعدة ان شاء الله تبقى 2024 حلوة عليك وعلينا وعلى مصر والعروبة كلها. امين يا رب، ربنا يحفظ سيادتك يا معلم. شفت ازاي يا فندم مكالمه جو بايدن امبارح مع الرئيس؟ طبعا هي زياره لها فعلا كما حضرتك اشرت مع النائب، لها كثير من المعاني والرسائل والدلائل. دلائل مهمه جدا بتحملها هذه المكالمه، على اعتبار ان هذه المكالمه تؤكد وتعكس وجود حرص من الاداره الامريكيه للتنسيق والتوافق مع الدولة المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية، وأيضا بتعكس ثقة كبيرة في القيادة السياسية المصرية والدولة المصرية، لأن هناك تطابق في الكثير من النقاط طبقا للسردية والرواية المصرية الداعمة لتنفيذ مبدأ حل الدولتين، لأن تم التأكيد بين الجانب المصري والجانب الأمريكي على ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأيضا الرفض القاطع بشكل واضح لفكرة التهجير القسري أو حتى الطوعي للأشقاء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وبالتالي نفي تماما أي ادعاءات إسرائيلية واضحة فيما يخص أيضا إدخال المساعدات، لأن إحنا بنشهد الآن مشهد واضح جدا يا مع النائب، هو مشهد يظهر حجم الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية فيما يخص هذه الجزئية. وأتحدث عن ما يحدث في معبر كرم أبو سالم، يعني هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يمنعون إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وأيضا دليل قاطع على دور مصر الريادي والمحوري في كافة القضايا وبالأخص القضية الفلسطينية. وبالتالي الدولة المصرية حتى قبل هذه المكالمة كانت القيادة السياسية المصرية منفتحة وبشكل كبير على دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وشاهدنا وفد الكونجرس الأمريكي اللي زار القاهرة والتقى بالرئيس السيسي، وتم التأكيد أيضا على ضرورة أن يكون سلام عادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والعمل وبشكل كبير على فتح آفاق جديدة للسلام، خاصة أننا ندور في حلقة مفرغة كما حضرتك أشرت، أننا لا يمكن أبدا أن تستمر المنطقة بهذا الوضع الصعب وهذا الوضع الذي يؤدي إلى عنف متزايد في المنطقة. وبالتالي أرى أن القاهرة والولايات المتحدة الأمريكية ينسقان وبشكل كبير، خاصة أن هناك اجتماع وشيك مع النائب سيكون في باريس في فرنسا، سيجمع مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للتوافق على هدنة إنسانية طويلة الأمد تفضي وبشكل كبير إلى وقف شامل لإطلاق النار. طب بتعتقد يا دكتور أنه قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة بشأن فلسطين أو بشأن هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، زائد هذه المكالمة ما بين جو بايدن وما بين فخامة الرئيس، من شأنها أنها تسهل وتحلحل مسألة الوصول إلى هدنة طويلة الأمد ثم الوصول إلى شكل من أشكال الإيقاف المستمر لهذا العدوان؟ يعني على الرغم من أن هذه الأدوات ستمثل ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو بالإضافة إلى ملف الأسرى، إلا أن يعني كما يعلم القاضي والداني أن نتنياهو لا يرغب بأي حال من الأحوال إلى وقف شامل لإطلاق النار، لأنه بانتهاء اليوم الأخير لوقف شامل لإطلاق النار يكون اليوم الأخير لوجود نتنياهو في الحكم، وبالتالي الاتجاه إلى المحاكمة الجنائية، لأن هناك أكثر من 4 قضايا تم تحريكها من في 4 ديسمبر الماضي أمام القضاء الإسرائيلي، وبالتالي نتنياهو يعلم أنه أيضا سيحاكم لما حدث من إخفاق إسرائيلي كبير سواء استراتيجيا أو أمنيا أو حتى عسكريا يوم 7 أكتوبر، وبالتالي هناك بالفعل ضغط كبير على نتنياهو الآن، خاصة بعد قرار المحكمة
محكمة العدل الدولية، ولكن هناك نقطة مهمة جدا وهي يعني جاءت في البيان المصري أن الدولة المصرية كانت تتمنى وترغب وفقا لفرضيتها أن يكون هناك بالإضافة إلى الاعتراف بأن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية وعليها أن تتوقف عن ذلك، أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، خاصة أن قرارات محكمة العدل الدولية هي قرارات يعني هناك جزئيتين رئيسيتين في هذه القرارات لابد أن يكون بها هذه القرارات حتى يتم التنفيذ. أولا عدم وجود آلية تنفيذ واضحة للعمل على تنفيذ هذه القرارات، وبالإضافة إلى أننا أمام أيضا معترك دبلوماسي كبير جدا في الأربعاء القادم أمام مجلس الأمن، أن هذا القرار يعني سينعقد بموجبه جلسة لمجلس الأمن يوم الأربعاء القادم لبحث كيفية تنفيذ هذا القرار والضغط على إسرائيل للوقوف بشكل شامل وتام لوقف الإبادة الجماعية، وبالتالي وقف الإبادة الجماعية معنى ذلك أنه لابد من وقف شامل لإطلاق النار. هل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق الفيتو لكي لا يكون هناك ضغطا دوليا كبيرا وإصدار قرار من مجلس الأمن للضغط على إسرائيل في هذه الجزئية، أم ستقوم كما قامت قبل ذلك باستخدام هذا الحق وبشكل واضح لكي لا يكون هناك تهرب من المسؤولية من الجانب الإسرائيلي كما جرت العادة. أنا بشكرك جدا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. إذن ننتظر ما سوف تحمله الأيام وصولا إلى يوم الأربعاء القادم وانعقاد جلسة مجلس الأمن علشان نشوف إيه اللي هيجرى. لكن واضح جدا من كلام الدكتور حامد فارس، والحقيقة واضح جدا من كلام الكثير من المحللين وخبراء الشؤون الدولية، إنه الوضع يتجه إلى هدنة. خليك بس فكر، هدنة طويلة، ليست يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أسبوع، هدنة طويلة هتعقبها المزيد من الهدن، وقد نصل إن شاء الله إلى وقف كامل لإنهاء هذا العدوان أو وقف كامل يعني هذا الضرب الوحشي في قطاع غزة وفي غيره من المخيمات أو في غيره من المخيمات المحيطة بالضفة الغربية. الهدنة سوف تكون هدنة طويلة وقريبا بمجلس الأمن، بدون مجلس الأمن في هدنة. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه كويسه وزي الفل. وعلى راي صديقي العزيز عمرو زكريا، الذهب زينه وخزينه يا سيد يوسف. الذهب زينه، ما فيش خلاف، في ناس تحب الذهب قد عينيها. وخزينه، الناس بتعتبره انه احد مخازن القيمه، برضه ما فيش خلاف، بس برضه يعني وفي هذا الأمر هناك أكثر من قول، يعني ما هوش طول الوقت مخزن للقيمة، لأنه لو إحنا بنتكلم على الذهب تبقى لسعره في البورصات العالمية هو مش دايما مخزن للقيمة، لأنه دايما بيحصل اللي بيتقال عليه كده فلاكتويشن، هي مسألة أنه هو إيه، يطلع وينزل ويطلع وينزل وهكذا، فهو مش دايما الذهب مخزن للقيمة في حال اكتنازه لفترات طويلة. فترات طويلة دي اللي انت بتتكلم في 6 و7 سنين وانت طالع، مش اللي هو انت هتشتري الذهب الاسبوع ده وتبيعه الشهر الجاي ولا السنة دي وتبيعه السنة الجاية. المسألة مش كده على الاطلاق، لانه الذهب حتى في مسألة التفاوتات السعرية اللي بتحصل عليه في البورصات خطير، ما هوش يعني مسألة مأمونة العواقب طول الوقت. وهرجعك على أسعار الذهب في 2010-2011، شوف السعر بتاع الذهب طلع لحد فين وبعدين نزل لحد فين وهكذا طول الوقت يعني. إلا أنه الوضع في مصر للأسف شويتين مختلف، وبقول لك للأسف لأنه في حالة من حالات الإقبال الهستيري، في هستيريا شراء الذهب. طيب هل الناس ما تشتريش؟ اللي عاوز يشتري يشتري، ما بنقولش لأ، بس السؤال انت عارف انت بتعمل ايه؟ يعني طب ماذا لو انخفضت الاسعار؟ اشتريت مثلا الاسبوع اللي فات ولقيت السعر الاسبوع الجاي انخفض، هتعمل ايه؟ هيبقى في سؤال تاني، وماذا لو السعر ارتفع؟ تمام، بس تاني، السعر في السوق المصري ملوش اي علاقه لا من قريب ولا بعيد بالسعر بتاع الذهب في البورصات بتاعت الذهب خالص خالص. السعر عندنا للأسف الشديد بيقترن بسعر الدولار في السوق السوداء. طيب ولو السوق السوداء اتضربت عاجلا كان ولا آجلا، هتعمل ايه اللي اشتريت غالي؟ ما انت بتشتري غالي على الفاضي، غالي على الهوى، بالونة،
بتقول والله ده سعر الدولار كذا، ده سعر الدولار كذا، فهوب الناس بتاعت الذهب هي كام تيجي تقول لك ما احنا بنستورد الذهب وبالتالي هو سعره غالي، فاحنا كمان بنستورد الذهب والذهب سعره بيتجاب بالدولار فالدولار بيعلى فاحنا بنعلي الاسعار الى اخره. السؤال بقى هينضبط سوق الذهب ازاي وامتى؟ ده فيها كلام كتير. شعبة الذهب قالت يا جماعة احنا يعني عندنا بعض التوضيحات المتعلقة بمسألة المحاضر بتاع اللي بتتعمل فيه للمحلات بسبب ارتفاع الأسعار، لديهم الحق في ان هم يشرحوا لنا برضو ايه اللي بيجرى، واحنا لدينا الحق في ان احنا نفهم ايه اللي بيجرى في سوق الذهب في مصر. معانا على التليفون أستاذ إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات. أهلا بيك يا فندم. ازيك يا أستاذ يوسف؟ ازي حضرتك يا إيهاب بيه؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله كله حلو. اعلق تعليق صغير. تعليقات حقك. اول حاجه حضرتك قلت ان الذهب مقترن بسعر الدولار بالسوق الموازي. هي فيها جزء كبير من الصحه ولكن الجزء الاكبر لا اشرح. احنا مش مقترنين بسعر السوق الموازي، احنا اللي بيتحكم فينا في الفتره الاخيره هو الديماند والسبلاي اللي هو بنسميه بالعربي العرض والطلب. حلو. اللي حاصل يمكن انا حضرتك عارف ان انا منزل بيان من 3 ايام بحذر فيه المواطنين من الشراء العشوائي للذهب وان سعر الذهب اعلى من المعدل الطبيعي اللي المفروض ان هو يكون صحيح. عليه. ونزلنا البيان اول امبارح من بالظبط من يومين وحصل انه فعلا الناس اقتنعت بانه سعر الذهب المعلن او المتعامل فيه مبالغ فيه بزياده. صح. اللي حاصل كالاتي وانا هبسطها واشرحها لحضرتك ببساطه جدا. اتفضل يا فندم. انه صفحات على السوشيال ميديا قاعدين بيتزايدوا على اسعار الذهب. يعني واحد يقول على صفحة على السوشيال ميديا الذهب هيوصل لكذا، نبص نلاقي بعدها بساعتين ثلاثة واحد تاني بينزل بيقول الذهب هيبقى بكذا، وبقت ناس الموضوع إشاعات في إشاعات في إشاعات ماشية ورا بعضها. طبيعي المواطن البسيط بيصدق الكلام ده كله وبيجري يتهافت على ان هو يشتري الذهب بكل ما يملك على اساس ان هو يعمل جني للارباح. طيب الشخص اللي هو معاه ذهب عايز يبيعه بيضطر ان هو يستنى لان هو بيقول لا ده في لسه ارتفاع جاي تاني وارتفاع جاي تاني. هنا حصل جاب ما بين الديماند والسبلاي او حصل فجوه ما بين العرض والطلب في السوق، بقى الطلب عندنا مرتفع جدا 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 قدام عرض ضعيف خالص، فبالتالي الارتفاعات المتتالية هتحصل في أسعار الذهب. فكان لزاما علي كرئيس شعبة ومعايا مجلس إدارتي كاملا موافقا. تمام. وعلى فكرة البيان اللي نزل ده ضد مصلحة الصناعة، صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، ولكن هو في صالح المواطن العادي البسيط. إن احنا بنقول للناس توقفوا عن شراء الذهب النهارده لانه انتوا بالعربي كده انتوا مش حاسبينها مظبوط. حساباتكم لاسعار الذهب مش حسابات مظبوطه. انت رايح تتعشم في ان انت هحط فلوسي في الذهب وهرجع بيها بمكاسب باهظه ورهيبه. واخد بال حضرتك؟ ايوه. فاحنا قلناها للمواطن البسيط اقف عن اللي انت ماشي الطريق اللي انت ماشي فيه لانه انت على شفا ان انت ممكن تخسر اكتر من اللي انت حطيته في الذهب. ده ملخص الموقف بكل بساطه عشان خاطر المشاهد يكون عارف احنا فين او احنا ليه طلع البيان وليه اتكلمنا الكلام ده كله. حلو جدا. ده كلام بالنسبه لي مفهوم مزيكا زي ما بيتقال، يعني ميوزك تو ماي ايرز. بس هنا برضو هب ايه هيبقى في عندي سؤال. يعني مثلا النهارده سعر الاونز المفروض حوالي 2018 دولار، يعني يبقى سعر الجرام 64.88 سنت، وبالتالي لو ضربت في السعر الدولار الرسمي هيبقى شيء، ولو ضربت في سعر دولار السوق السوداء هيبقى شيء
تاني خالص، فيزيد تمام. لي الجرام فوق الألف جنيه في مصر. طيب ولو حضرتك حسبتها بسعر الذهب المعلن اللي موجود حاليا هيديك شيء تالت خالص. ايوه السؤال بقى، فهذا انما يدل، خد بال حضرتك يعني هي طلعت نغمه جديده بيقول لك سعر دولار الذهب. مش اسمها دولار الذهب، احنا عندنا زي ما انا قلت لحضرتك عندنا حاجه اسمها عرض وطلب. تمام، ما هو انا مش بجيب الذهب من عندي، انا الذهب اللي موجود في السوق هو اللي احنا بنعمل له ريسايكلينج وهو ده اللي احنا بنعيد استخدامه مره ثانيه. حلو. طب اللي موجود في السوق دوت حصل له شح، يبقى هنا انا مضطر ان سعر الذهب هيعلى لان الطلب اللي عندي كبير. بس برضو ارتفاع السعر يا ايهاب بيه، سعر دولار الذهب يا استاذ يوسف انا كويس، لكن سعر دولار ليه بيتم استخدام المصطلح؟ انا اقول لحضرتك برضو انه ما بين السبلاي والديماند في النهايه خالص في حاجه بنسميها السعر العادل، لكن هل الفرق ما بين سبلاي وديماند او عرض وطلب يؤدي الى انه على سعر ال 24 يبقى في فرق بيصل ل 1200 جنيه في الجرام؟ ازاي؟ ده اللي خلى الناس تستخدم وبعض المحللين يستخدموا سعر دولار الذهب زي دولار الحديد زي دولار العربيات زي دولار الكاش وهكذا. ودولار، وفي دولار السلع، يعني دولار السلع المستوردة كمان. ماشي. اللي هو لو حضرتك حسبته هتلاقيه رقم باهظ كبير جدا جدا جدا. انما احنا كقطاع احنا اللي بيتحكم فينا هو النهارده العرض والطلب. ليس اكتر من كده، ومفيش اي حاجة تانية تدينا اي دلالة غير كده. طيب أنا ده هيخليني برضو هستأذن حضرتك في سؤال، هل عندنا رقم يفيد بحجم مبيعات الذهب مثلا في إبريل 23 وحجم مبيعات الذهب في إبريل 22؟ أنا عندي لحد آخر شهر 9 من سنة 23 وسنة 22 كلها. طبعا انا مش متذكر الرقم بالظبط، بس انا اقول لحضرتك ان احنا تقريبيا واصلين ل 30 طن سنه 22 كامله، وواصلين ل 46.2 من 10 طن في التسع شهور الاولى من سنه 23 مبيعات تقريبا. يعني انا بس عشان ما تتخذش الارقام مني مثلا، تقريبا ارقام تقريبيه، ارقام تقريبيه. طب يعني احنا في سنه تقريبا باقيين 30 طن، وفي تسع شهور باقيين 46 طن. طيب كون ان انا قدرت ان انا احقق حجم مبيعات اكبر، ده معناها ان انا ما عنديش مشكله في الخام اللي بستخدمه انه موجود، لانه لو مش موجود ما كنتش اقدر اعمل حجم مبيعات اكبر على مستوى المعدن. عشان كده انا سالت على الوزن مش على المبلغ، المبلغ يتفاوت. فده معناه ان انا ما عنديش مشكله في كميات الذهب اللي داخلالي انا كشعبه واقدر اشتغل بيها كمصنعين للذهب في مصر، وبالتالي اقدر اوفي الاحتياج. انا هقدر اوفي الاحتياج، ولكن الفجوه وسعت ما بين الديماند والسبلاي سنه 23. عشان كده هتلاقي حضرتك الارتفاعات جايه تدريجيه معانا في سنه 23. وهوضح نقطه ثانيه كمان، انه السنة 23 كان معظم الفترة الاولانية من السنة، الاربع شهور الاولى من السنة، كان معظم المبيعات السوق تقريبا رايحة في الاتجاه الاستثماري البحت. يعني الجمهور نازل بيشتري سبايك وجنيهات، سبايك وعملة. ودي طبيعة غير طبيعة المشتري للذهب في مصر. عادة المشتري للذهب في مصر زي ما حضرتك قلت في أول الحلقة بيتجه للزينة والخزينة، فهو فقد قيمة من قيم شراء الذهب بأن هو اشتراه كخزينة فقط لا غير. مع أنه بالعكس، يعني هو لو كان اشترى مجوهرات، لو اشترى مشغولات ذهبية مصرية في الصنع كان هيتزين بيها، ومش هيدفع فرق مصنعية كبير ما بينها وما بين الجنيه والسبيكة، لأن طبيعي الجنيه والسبيكة برضو عليهم مصنعية. طبعا في النهاية خلاص، يعني ما هو الجنيه ده اتصنع بشكل أو بآخر، السبيكة اتصنعت بشكل أو بآخر، ولكن هو الاتجاه، ومع الاتجاه هقولها برضو التوجه اللي ماشي على السوشيال ميديا. يعني هو كان اتجاه السوق،
والتوجه اللي ماشي على السوشيال ميديا. يعني الناس بتقول انا اشتريت كذا، انا اشتريت السبائك والنهاية، فهتلاقي المجموعه ككل ماشيه بنفس الفكر بتاع انا اشتريت سبائك. طيب هنا اسمح لي هنا اقول انه الناس تقول اللي هي عايزاه على السوشيال ميديا، السعر في ايد المصنعين نفسهم، في ايد الشعبه، سواء اذا كانت شعبه الذهب في اتحاد الغرف او شعبه الذهب والمعادن النفيسه في اتحاد الصناعات. حضراتكم اللي هتحددوا السعر مش السوشيال ميديا. هو يقول انا بعت واشتريت زي ما انا عايز، لا هو لكن مش حضراتكم اللي هتقرروا. هو مش حضراتنا، هو سعر السوق اللي احنا موجودين فيه، لان برضو عامل العرض والطلب هرجع تاني للديماند والسبلاي، هم دول العاملين الاساسيين اللي بيحددوا لنا الاسعار، اسعار السوق رايحه لفين. وعلى فكره حضرتك اكيد متابع جيد يا استاذ يوسف، ان انت متابع ان سعر الذهب بيختلف في الساعه يمكن 10 مرات، وممكن تلاقي على ارتفاعات متتاليه على مدار الساعه، وممكن تلاقي بيجي له شويه انخفاضات برضو على مدار الساعه. ده في مصر ولا في البورصه؟ انا بتكلم في مصر او في البورصه، ولكن الحركه السريعه النهارده بقت دايره في مصر. الحركه سريعه اكتر مما ينبغي، واذا سمحت لي وسمحني المشاهد، سريعه بشكل جنوني في مصر. بره مش كده، سواء اذا كان بره على مستوى البيع والشراء للافراد، او بره على مستوى سعر البورصه بتاعه الذهب. المساله مش كده، مش بره مش كده، ولكن احنا برضه عند نقطه عاليه بره. ما ننساش ان احنا بره اكتر من 2000 دولار للاوقيه، وده رقم كبير. 2018 تقريبا بالظبط، احنا اكتر من 2000 دولار، وده يعتبر رقم كبير. يعني احنا كسرنا حاجز المقاومه بتاع ال 2000 دولار، تمام. فبرضه في ارتفاع في السعر العالمي، ولكن هنا في مصر الحركه سريعه في الاسعار. طيب عرض وطلب بالنسبة لي مفهوم، لكن كمان ما هو في المعادلة بتاعت الاقتصاد هي ما هياش بس مجرد العرض والطلب، هي مسألة سكارسيتي، الندرة. هل أنا عندي ندرة في الخام اللي هشتغل بيه في الغرفة؟ في ظل الظروف اللي احنا فيها من تدافع للمواطنين اللي هم يشتروا كميات من الذهب، بيكون عندي ندرة. وبرضو هرجع أقولها لحضرتك، تأجيل الشخص اللي هو عنده معروض لعملية البيع، فبيحصل الفجوة بتوسع ما بين الطلب والعرض. طيب سؤال اعتباطي جدا، ماذا لو اتخذت الغرفتين قرار موحد بأنه احنا هنوقف بيع وشراء نهائي لمدة أسبوع أو 10 أيام، إيه اللي ممكن يحصل إيجابا أو سلبا؟ هو خليني اقولها لحضرتك، هو مش قرار من الشعب، واحنا ما نقدرش ان احنا نوقف السوق، لان انا ما اقدرش احكم على مصنع من المصانع اللي عندي كشعبه ان هو اقول له اقفل، اللي اوريدي عنده عماله وعنده سايكل انتاج وممكن يكون عنده طلبات انتاج، وما اقدرش احكم على محل ان انا اقول لمحل اقف ما تشتغلش ما تفتحش، ده باب رزق. ما نقدرش نقول لحد اقفل باب رزقك ابدا، ولكن هو بيقيم موقف المحل او المصنع، بيقيم موقفه بالطريقه اللي تناسبه. وبعدين احنا الامور طبيعيه جدا، الحياه ماشيه بطريقه طبيعيه جدا. احنا بنقول بس للمواطن احذر، انت داخل في منطقه خطر، احذر، انت بتشتري حاجه مقيمه بأكتر من قيمتها. والكلام ده إيهاب بيه بنفسه اللي بيقوله، خلي بالك، صح؟ أيوة كده. انا رئيس شعبة الصناعه، انا من مصلحتي ان المصانع تشتغل طبعا، من مصلحتي ان مصنعي انا نفسه يشتغل طبعا، من مصلحتي ان المحلات تشتغل، ولكن انا بقول للمواطن المصلحه العامه تغلب عن المصلحه الخاصه. الله. يعني انا لما بتكلم في 100 مليون مواطن، تمام، مصلحتهم اهم عندي من مصلحه الربع مليون مواطن اللي هم شغالين في القطاع عندي. وده المعهود بيكم يا فندم، حقيقي يعني، بقول لك حقيقي خلص. يعني مش مجامله خالص، احنا بينا معرفه قديمه، هبقى اشرحها لك لما اشوفك. اشكرك يا ايهاب بيه كل الشكر. استاذ ايهاب واصف، رئيس شعبه الذهب والمعادن الثمينه باتحاد الصناعات.
عايز استأذنكم نروح لموضوع مؤلم مما لا شك فيه وشائك أيضا مما لا شك فيه، موضوع ترميمات مسجد المرسي أبو العباس. مرسي أبو العباس اترمم زي ما احنا كلنا عارفين، وده شيء بالنسبة لنا يسعدنا جدا، وتم إصدار رخصة بالترميم، تمام؟ طيب، أصبح عندنا متداول بعض الصور على شبكات التواصل الاجتماعي وتم تداولها ونشرها وانتشرت انتشار النار في الهشيم للقبة الداخلية بتاعة هذا المسجد وصحنه قبل الترميم ثم بعد الترميم. هل أنا دخلت المرسي شفت بنفسي؟ ما دخلتش، كويس؟ إلا أنه الكثيرين من الموثوق بهم دخلوا شافوا، فلقوا أن القبة كانت شيء من جوه وبقت شيء تاني. البعض فسر ده وقال أصل مسجد المرسي أبو العباس اللي قدامكم ده مبني في ثلاثينيات القرن العشرين فلا يعد أثراً، ودي في حد ذاتها مشكلة لأن دي متعلقة بالقانون 84 أو قانون 1984 اللي بيحدد الأثر بأنه تاريخه يبقى 100 سنة في وقت إصدار القانون، يعني كل أي حاجة في الدنيا بعد 1884 طبقا أظن كانت المادة الثانية من هذا القانون، قانون 84، لا تعتبر أثرا. وده عوار في هذا القانون ووجب علينا ان احنا نعالجه، ويمكن وجب على هذا الرجل بالتحديد هو وزملائه في لجنة الآثار بمجلس النواب، هذا الرجل اللي انا بشاور لك عليه ده الحوافريت. لكن يجي سؤال اهم، حتى وان لم يكن اثرا هل احنا نبوظ الطراز المعماري او التصميم الداخلي بتاع هذا المسجد في سيرته الأولى؟ بص بقى الصورة دي، الصورة اللي موجودة كان كده شكل النقوش اللي حضرتك شايفها دي، ثم أصبح كده. فإن لم يكن أثرا فيجي سؤال، وأيهما أجمل؟ أكيد اللي فيها النقوش، محدش هيختلف على ده على الإطلاق، واخد بالك؟ طيب الناحية التانية اللي هي بعد الترميم، أنا حاسس إن أنا بدهر سقف بيتنا، ده دهارة. طب إحنا عملنا كده ليه؟ ومين اللي مسؤول عن ده برضه؟ خليني أسأل على التليفون بكل الترحيب والمودة والله، بس عايزين نعرف دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتور. أستاذ يوسف أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. إيه اللي حصل في القبة من الجوه في مسجد المرسي أبو العباس؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليني أوضح لحضرتك الموضوع بتاع قبة المسجد. القبة بتاعت المسجد يا أستاذ يوسف فيها زخارف جبسية كانت موجودة في قبة المسجد، ونتيجة لما أصاب الحديد اللي داخل سقف القبة حدث فيه تآكل، الحديد بتاع سقف القبة حدث فيه تآكل نتيجة تشبعه بمياه الأمطار، وده شكل خطورة داهمة على حياة المصابين، وتسبب في إن في بعض القطع الجبسية اللي كانت موجودة في سقف القبة دي بدأت تتساقط. وعلى الفور المديرية عملت إخطار، وبالفعل تم إسناد عملية لبرق الخطورة العاجلة للمقاول السنوي للمديرية. ولكن اللي حضرتك شفته ده جاري عمل اللازم فيما يخصه لإسناد عملية التطوير الشاملة دي الخاصة بالمسجد كله وقبة المسجد كمان بالتحديد لإحدى الشركات المتخصصة. وبالمناسبة الشركة دي هيكون من أهم مهام اللي هيتم أو اللي هتوكل إليها إعادة الشيء إلى أصله، بذات الزخارف اللي حضرتك شفتها في الصورة اللي حضرتك عرضتها الأول. أهو ده الكلام الحلو. أيوة ونتيجة الزخارف اللي سقطت دي طبعا نتيجة ان حدث التآكل في سقف القبة، ولكن العملية اللي تمت من قبل المقاول السنوي التابع للمديرية كانت ما هي الا عملية لدرء الخطورة اللي نتج عنها ان حدث فيه تساقط اكثر من مرة. ولكن جاري عمل اللازم الان باسناد عملية تطوير شاملة للمسجد ككل وللقبة اللي تنتصف المسجد بالاخص وبالتحديد، واحد الشركات دي هتكون هي متخصصه في هذا المجال وفيما يخص يعني المساجد
التاريخيه، يعني حتى وان لم يكن المسجد اثر، فاحنا من دورنا احنا كوزاره اوقاف كمان احنا بنحافظ على الشكل التراثي للمسجد، وكمان لان هو بيعتبر دره المساجد في الاسكندريه. صحيح. خلينا نطمن يعني حضرتك على يعني اللي حصل ده كان علاج للقبه علشان ما يحصلش اي ما تتسببش في اي شيء خطير لاي من رواد المسجد والمصلين. لكن حدث ان 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 في بعض الاجزاء سقطت من القبه دي بالفعل، والصور اللي صورتها المعاينه الهندسيه موجود الحديد باين فيه التاكل الشديد اللي تسبب في سقوط القطع دي، فعملنا كده لدرء الخطوره. نعم طبعا الاجراء طيب. اللي حدث ده هو اجراء عاجل تام لدرء الخطوره العاجله. حلو قوي. انا عشان باكد على الكلام، اذا حضراتكم كمان اسندتوا لشركه متخصصه في الترميم بحيث انه تعيد القبه الى نفس ذات زخارفها. بالفعل هو جاري عمل اللازم لعمليه الاسناد. طبعا حضرتك عارف ان عمليه الاسناد دي بتاخد بعض الاجراءات، ولكن هيكون هناك شركه متخصصه تتولى هذا الامر لعمليه التطوير في المسجد، عمليه تطوير شامله للمسجد كله وبالتحديد وبالاخص للقبه. وهيكون من بين مهام الشركه دي الاولى ان هي تعيد الشيء الى اصله. أيوة. وذات الزخارف اللي كانت موجوده فيه. ده كلام زي الفل. عايز انا اطمن حضرتك ان المسجد بابه مازال مفتوح، والمسجد مفتوح للصلاه، وبتقام فيه الشعائر لحين الانتهاء من اسناد عمليه التطوير الشامله ان شاء الله باذن الله. هيشتغل بقى في شهر رمضان باذن الله ولا ايه؟ باذن الله. باذن يا الله يا مسهل. ومسجد الامام البصيري ان شاء الله. يا رب يا رب يا دكتور. اشكرك يا دكتور وشكرا انك طمنتنا. الف شكر، كل الشكر للدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزاره الاوقاف. طب احنا كده خرجنا بحاجتين مهمين جدا من مكالمتنا مع الدكتور. واحد انه اللي حصل في القبه اتعمل علشان خاطر درء الخطوره التي قد تكون داهمه على رواد المسجد والمصلين، ادي واحد. اتنين، بتتم عمليه الاسناد لاعاده المسجد لما كان عليه في اصله داخلا وخارجا، يعني التصميم والطراز المعماري للمسجد زي ما اتبنى في الثلاثينيات بإذن الله زي ما هو ويرمم ويعود إلى أصله. نفس القصة التصميم الداخلي بزخارفه وكل مشتملاته وتفاصيله هتعاد إلى أصلها. الكلام اللي قلنا الدكتور عبد الله حسن متحدثا عن وزارة الأوقاف بإذن الله خير. فاصل وهنرجع نكمل الكلام. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ حاجة الحقيقة بتثير اندهاشي طول الوقت هي مسألة انه يبقى في موظف فاسد او مسؤول فاسد في دولة هو شايف انها بتحارب الفساد في كل الجهات الممكنة وما بتسيبش حد مهما كان اسمه ولا كان منصبه، مفيش حد بيتعتق اذا اتظبط في واقعة فساد ولا رشوة ولا اختلاس ولا مش عارف ايه وهكذا. فبقعد انا ببقى مندهش، يعني طب ايه اللي بيدور بذهن هذا الموظف او المسؤول الفاسد وهو شايف مثلا قبلها باسبوع ولا اسبوعين لسه قافشين ناس، ده لسه قافشين ناس من 10 ايام تقريبا. الله، طب انت جايب جمودية القلب دي منين؟ طبعا القضية الأخيرة المتعلقة ببعض المسؤولين المتهمين بالفساد والرشوة في وزارة الري، تقعد تبص تلاقي بقى ايه، مش عارف يقولك ده فلان واخد مش عارف فيلا فين في الساحل الشمالي، وعلان واخد مش عارف مليون وتلتمائة ألف مصاريف، يعني هيجيب موبيليا بمليون وتلتمائة ألف دفعوها له، وفلان مش عارف بياخد دفعات شهرية، وعلان بيعمل ايه. الله، تيجي تقولي طيب ايه، هما بيدوا لهم عقود الاسناد بتاع تاهيل الترع والمصارف وحاجات زي كده، فتبقى مصر شغاله على التبطين بتاع الترع والمصارف والتاهيل والتطهير وما الى ذلك، شغالين على مشروع قومي كبير جدا من شانه الحفاظ على ثروتنا المائيه والحفاظ على صحه الناس الخ الخ الخ، وشغالين بنحارب فساد ولسه قافشين ناس، وبرضه لسه ناس ماشيه في السكه. انا عايز اعرف تفاصيل وهنحكي مع بعض هذه التفاصيل. معانا على التليفون زميلنا الاستاذ محمد ابو عمره نائب رئيس قسم الاخبار بجريده الوطن. اهلا بيك يا محمد. بيك يا استاذ يوسف وبالساده المشاهدين. عامل ايه؟ كله حلو؟ كله زي الفل الحمد لله. احكي لي الحدوته دي بقى. الحدوته طبعا هي قضيه من اكبر قضايا الفساد
في تاريخ يمكن وزارة الري، بتعود أحداثها لسبتمبر الماضي، والتحقيقات طبعا استمرت لسه بتنكشف النهاردة أو يعلن عنها بشكل تفصيلي النهاردة. هم طبعا بتدور أحداثها في محافظة المنوفية، المتهم فيها وكيل وزارة الري في المنوفية. طبعا انت عارف حضرتك مشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ده مشروع قومي كبير جدا جدا، والدولة كانت بتشتغل فيه بشكل كبير وبمعدل زمني كبير جدا عشان تنتهي منه. أيوه. طبعا السادة المسؤولين في محافظة المنوفية ومنهم وكيل الوزارة وبعض المهندسين ابتزوا احد رجال الاعمال ورفضوا ان هم يعني يسهلوا له اجراءات استخراج المستخلصات المالية بتاعته. طبعا اضطر رجل الاعمال تحت وطأة الضغط انه يدفع عشان يعدي. طبعا الاجهزه الرقابيه المصريه يعني كانت يقظه جدا جدا وعرفت توصل للمسؤولين وبرضه رجل الاعمال وراقبت الاجهزه، اجهزه الموبايلات بتاعتهم وتتبعتهم ووصلت ليهم وقبضت عليهم في التوقيت اللازم يعني. طبعا القصة يعني طويلة جدا وفيها تفاصيل كتير جدا، لكن هي قصة إن دلت عن شيء فتدل على يقظة الأجهزة المصرية وأنها ما بتسيبش حد فاسد، يعني بتضبط بشكل كبير جدا حتى لو كانت قضية بس في أحد أقاليم مصر في محافظة المنوفية. طيب طرف الخيط الأولاني جه إزاي؟ طرف الخيط الاولاني هو القصه وما فيها ان هو مشروع لتبطين الترع. المشروع ده كان المفروض بتطلع لرجل اعمال المستخلصات بتاعته، المستخلصات الماليه بتاعته. وكيل الوزاره والمهندسين، وطبعا انا احب هنا الفت الى ان مش كل مهندسين وزاره الري فيهم كده، يعني ده جزء من حاجة كبيرة جدا اسمها وزارة الري، وزارة الري وزارة عريقة جدا. طبعا. ده إن دل يعني لا يدل على أي يعني أي إساءة لوزارة الري. صحيح. وزارة الري وزارة عملاقة وبتشتغل على مشاريع كبيرة جدا وبمليارات يعني. معاك 100%. فرجل الأعمال تعرض طلبوا منه يعني رشوة أو مبلغ مالي كان عبارة عن 5 دفعات، وبعد كده الموضوع تطور إلى إن هم طلبوا منه رشوة فيلا في الساحل الشمالي. الفيلا دي ثمنها 1,800,000 جنيه. وبعدين مصاريف تأسيس الفيلا. وبعد كده مصاريف تأسيس الفيلا، وفي بعض الحاجات بتقال طبعا ان هم عايزين كانوا بسبوسه بمبلغ وقدره فدفعت فلوس يعني الحلاوه كده عشان الموضوع يخلص. فجابوا لهم بسبوسه. طب رجل الاعمال هو اللي قام بالابلاغ عنهم؟ لا، لم يثبت في تحقيقات ان هو قام بالابلاغ عنهم، ولكن يعني ما فيش رجل اعمال عايز يدفع فلوس على فكره يعني. انا برضو ما فيش حد عايز يخسر، خصوصا الراجل الراجل اشتغل وعاوز فلوس وعطلوها له. بالظبط. يعني هو ده مستخلص مال المشروع اصلا كان انتهى منه، يعني تم الانتهاء منه، الترعه تم تبطينها وتم الانتهاء منه، ولكن المستخلص المالي توقف فاضطر ان هو يعني ايه يسهل الاجراءات بتاعته، عايز يسهل الاجراءات بتاعته عشان ياخد فلوس يعني. ده اللي اعلن يعني. طبعا اكيد التحقيقات فيها كواليس كتير جدا ومش كل حاجه ظهرت لسه للنور، التحقيقات شغاله برضو وان شاء الله هتنكشف في الايام اللي جايه دي، لانه تمت الاحاله خلاص بقى لمحكمه الجنايات. بالظبط بالظبط، تمت الاحاله لمحكمه الجنايات يعني. عظيم جدا، باذن الله ياخدوا اقصى العقوبه في حال انه ثبتت هذه التهم عليهم، ويكونوا عبره الحقيقه لاي حد من فاسدي النفوس. اشكرك جدا زميلنا الاستاذ محمد ابو عمره نائب رئيس قسم الاخبار بجريده الوطن. طيب تعالوا ناخد بعضنا ونتكلم حبه على الحلم النووي. عارفين كده الحلم العربي؟ مصر عندها الحلم النووي تقريبا من 60 سنة، وخدت قرار انها تعمل مفاعلات نووية بغرض الابحاث، والمشروع اتعطل لاسباب عدة. عندنا مفاعلات بحثية، ده صحيح مما لا شك فيه، زي مفاعل انشاص سبق قلت لكم الكلام ده، لكن تم اتخاذ قرار شديد الوضوح وفاعل ان احنا هنمتلك مفاعلات نووية للأغراض البحثية والصناعية ولأجل انتاج الطاقة، وبالفعل بدأنا في ده سنة
17. مش كده دايما اقول لك الجمهورية الجديدة دي هي جمهورية الافعال مش جمهورية النوايا. النهاردة المفاعلات النووية بتتبني، ويمكن كنا لسه الأسبوع اللي فات بنتكلم مع حضراتكم إنه اتحطت المفاعلات أو اتحطت الصبات بتاعة الخرسانة لواحد واثنين وثلاثة، وكان الأسبوع اللي فات الصبة الأولى بتاعة المفاعل الرابع، قلب أحد المفاعلات بالفعل موجود إلى آخره. مصر بتحقق هذا الحلم اللي حلمت بيه في البداية من 60 سنة. شوف مثلا المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء تفضل علينا مشكورا الحقيقة بإنفوجراف أكتر من رائع يترجم هذه المسألة، وشوف إزاي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتكلم إنه بتوفر الدولة المصرية كافة مصادر الطاقة المطلوبة مع التركيز على الطاقة النظيفة زي مشروع الضبعة النووية، واللي بيعتبر ضمن أهم المشروعات الوطنية من سنة 2014. روس أتوم بتعد محطة، هم اللي بيقولوا محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر بقدرة 4.8 جيجا وات، وإن ده يمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظم إمدادات الطاقة الوطنية. جنرال إلكتريك، دول بقى مش روس أتوم أهو، بيقول لك سوف تساعد محطة الضبعة للطاقة النووية في تنفيذ خطة مصر لتنويع مصادر طاقتها من خلال إمداد الشبكة المصرية بطاقة يمكن الاعتماد عليها. طيب الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إيه في 2022؟ إنه هذا المشروع هيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واللي بتشمل توفير الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على المصادر منخفضة الكربون وخلق فرص عمل خلال فترة بناء المشروع. تعال نشوف الرؤية الإيجابية للمسؤولين الدوليين للبرنامج النووي المصري. عندنا طبعا ما أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندنا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، عندنا المدير العام لشركة روس أتوم الروسية أليكسي لخاتشيف. تعال نشوف كده الرئيس الروسي قال إيه؟ قال إن بناء أول محطة نووية في مصر هو رمز هام في التعاون الروسي المصري، حيث أن تنفيذه سوف يساهم في تطوير الاقتصاد المصري ويعزز سيادتها. خد بالك بقى، يعني أن مصر سائدة في مجال الطاقة، فبيقول ويعزز بقى كمان هذه السيادة بجانب توفير المزيد من فرص العمل، كما أن هذا المشروع ريادي في مجال التعاون الثنائي مع مصر. مدير العام للوكالة بيقول، اللي هو رافائيل جروسي، بيقول مصر تتحرك للأمام ببرنامج نووي طموح، وأنا سعيد جدا للبرنامج لكونه تطورا جديدا في العمل بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية. مدير العام لشركة روس أتوم بيقول مشروع الضبع النووي مشروع ريادي للتعاون الروسي المصري، سوف يتم توفير الكهرباء للمنشآت والمشروعات القومية ويزيد معها، خد بالك بقى، الناتج القومي المحلي أو الناتج المحلي القومي، شوف أنت بتحب تنطقها إزاي، علاوة على العديد من التأثيرات الواسعة لهذا المشروع. طبعا مجالاته البحثية شديدة الاتساع، احلم احلم بجد مش هزار. رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية خوسيه باستوس في 2020 قال الآتي، قال تحرز مصر تقدما جيدا في مرحلة بناء أول محطة للطاقة النووية، محطة مش مفاعل، لأن محطتنا بتاعت الضبعة دي 4 مفاعلات. طيب تعال نشوف المدير العام للجمعية النووية العالمية اسمها سيما بالباواي ليون، بتقول الآتي، تعد محطة الضبعة خطوة مهمة للغاية في طريق مصر لتلبية احتياجاتها من الطاقة من خلال توليد طاقة نووية منخفضة الكربون وبأسعار معقولة على مدار الساعة وبشكل يومي. فخامة الرئيس قال إيه؟ قال هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور، وها هو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيقه حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطة نووية
سلمية. بتتوالى طبعا الشهادات، ولو قعدت عدت لكم هذه الشهادات ممكن تنتهي الحلقة دون أن نوفيها حقها كاملا، أو نوفي حق المركز الإعلامي التابع المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء حقه في هذا الجهد العظيم. بصوا يا جماعة، سيب اللي يقول يقول علينا سلبا مش مهم، وسيب من يظن أو من يريد أو من يتمنى لمصر فقط أن تطفو. مصر قدرها مش الطفو، مصر قدرها السباحة، مش هقولك الإزاحة، تعرف النظرية بتاعت أرخميدس الطفو والإزاحة، نحن لا نريد إزاحة أحد، كل له ملعبه. أهلا، مصر قدرها ليس الطفو، مصر سباحة مسافات طويلة، مصر طول عمرها المركز الأول بامتياز. أي حاجة مفكر في اللي بقوله كويس، مصر حطت إيدها فيها بتطلع البريمو، سينما بريمو، مزيكا بريمو، هندسة بريمو، طب بريمو، فهمتوا ثانية دكتور زويق بريمو، واي فاي بريمو، روبوتكس بريمو. والنبي حد يروح يا جماعة يبص على أسماء المصريين في كالتك وفي MIT، دول أكبر معهدين تكنولوجيا في الدنيا، اتفرج بس على أسماء المصريين هناك تعرف مصر فين. خلينا نروح لتقرير حول معرض الكتاب ووقائع هذا المعرض العظيم، معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي هو تاني أكبر معرض للكتاب في العالم. هتقول لي مين الأول؟ أقول لك معرض فرانكفورت. طب وعلى حساب الزائرين؟ أنا نمرة واحد، السنة اللي فاتت أكتر من 3 مليون زائر لمعرض الكتاب، مفيش حد، مفيش معرض في الدنيا بيحقق هذه المعدلات. ليه؟ علشان دي مصر ودول المصريين. نروح للتقرير ثم فاصل وهنرجع نكمل الكلام. طبعا زي ما هو معروف للجميع الهيئة القومية للبريد لها 4500 فرع منتشرين على مستوى الجمهورية، بيقدموا 165 خدمة، فكان لزاما علينا كمؤسسة عريقة تواجد في محفل دولي زي كده، فكان بتكلفات من دكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد التواجد بالمعرض وتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وطبعا ده بمتابعة دقيقة من سيادته بغرفة عمليات مخصصة للمحفل الدولي ده في دورته 55 للمشاركة الرابعة على التوالي. البريد المصري بيقدم جميع الخدمات المقدمة في كل مكتب بريد، ومن ضمن المزايا المقدمة خصم 25% على خدمات وصلها وخدمات إيزي بوكس طرود وخدمات البريد السريع الدولي الداخلي. في معرض الكتاب هذا العام أنا بقدم كتاب عنوانه جنوب السودان شهادة على ميلاد الدولة. هذا الكتاب بيوثق لتجربة انفصال جنوب السودان من واقع تجربة معايشة أنا عشتها في حدث انفصال الجنوب، وأنا كنت متواجد وقت تقرير المصير في 2011 في جنوب السودان. في هذه الزيارة وفي هذه التجربة أنا قابلت نخبة كبيرة جدا من السودان ومن شمال السودان ومن جنوب السودان وشخصيات دولية عاصرت هذا الحدث، أبرزهم يعني جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق وجون كيري وكوفي عنان جورج كلوني أيضا من النخبة السودانية شمالا وجنوبا. هذا الكتاب بيوثق لهذه المرحلة المهمة. هو الحقيقة طبعا يعني الكتاب ده حصيلة إنتاج بحثي يزيد عن 10 سنوات، أردت أن أضمه في كتاب لكي يستفيد منه القارئ العادي والقارئ المتخصص أيضا، خاصة وأن هناك مقولة يرددها البعض أن تاريخ الفاطميين قد قتل بحثا، وهذه المقولة تتنافى تماما مع البحث العلمي وطبيعة البحث العلمي. لذلك أردت أن أجمع بعض الموضوعات المهمة
التي استنفذت مني فترة زمنية كبيرة جدا في البحث والكتابة عنها، زي ملابس الخلفاء الفاطميين، زي صناعة الحلوى وارتباط عروسة المولد بالمولد النبوي الشريف في العصر الفاطمي. الندوة كانت ندوة جميلة جدا، الناس كتيرة شرفتني بالحضور. الكتاب إن شاء الله يطلع عمل كويس، لأنه فكرة جديدة. كنت دايما متعود أقدم قصص ساخرة وكتب ساخرة، يمكن المرة دي الموضوع شوية مختلف لأنه مرتبط بالقصص والحكايات الإنسانية اللي كانت الناس متعودة تبعتها لي من خلال الإنبوكس على مواقع التواصل الاجتماعي. الندوة الحقيقة كانت ندوة بنستعرض فيها مشروع استكشاف الأهرامات التي تقود كلية الهندسة جامعة القاهرة، والذي أدى إلى اكتشاف ممر جديد خلف الجمالون الشمالي للهرم الأكبر، واستعراض ما تم استخدامه من تقنيات حديثة لاكتشاف الأهرامات. الحقيقة يعني أهم ما يمكن استعادته من عميد الأدب العربي دكتور طه حسين هو منهجيته في التفكير التي أرسى دعائمها طوال حياته، وحاول أن يجدد فيها أيضا طوال عمله. وهذه المنهجية بتقوم على العقلانية، على الحرية، على الفكر النقدي، على الاستقلالية، سواء استقلالية المؤسسات واستقلالية المفكر ذاته. المعرض السنة دي ما شاء الله أنا شايفة أن في إقبال عليه، والأطفال كمان ما شاء الله بدأ الجيل الجديد يعني يلجأ إلى الكتابة والقراءة زينا. معنا برضو أطفال عاملين كتب، ودي حاجة مبشرة طبعا، بيشاركوا بأقلامهم مبدعة بصراحة. يعني النهاردة موجودة هنا في معرض الكتاب من خلال مصر الخير، بنعمل نشاط للأطفال هنا في منطقة الأطفال. أنا بحكي حواديت وبلعب معهم عرايس، ويعني أنا شايفة الأطفال مستجيبة كويس للموضوع، الحكايات بتشدهم قوي، والعروسة كمان لفت نظرهم، ودي حاجة عامل جذب يعني للفقرة كويسة يعني، وأنا مبسوطة أن أنا موجودة هنا. أنا طبعا مستعجل الفقرة جدا الحقيقة، فبقول أنا بحب محمود درويش جدا، بس أرجوك عاوزين نبدأ الفقرة لأنها بالنسبة لنا مهمة جدا، هنسمع محمود درويش في البيت. فطبعا سيد سفير حمدي صالح قال لي ده صاحب أبوك، قلت له قوي بس عاوزين نبدأ الفقرة. خلوني يمكن أرحب جدا بضيوفي. أولا سعادة السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق، منورنا فندم، إزاي الحال؟ كله تمام؟ دكتور محمود مهران الباحث والمتخصص في القانون الدولي، منورنا دكتور. حديثنا مما لا شك فيه وغير خافي على حضراتكم نابع من بالتأكيد هو ترحيب مصر بقرارات المحكمة أو محكمة العدل الدولية فيما يتعلق باتخاذ التدابير العاجلة لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة. أنا هبدأ الأول بسعادة السفير وهسأل إلى أي مدى قرارات المحكمة قابلة للتنفيذ أصلا؟ يعني قرار المحكمة يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه قرار محكمة، ولكنه له أثر سياسي بعيد المدى. هيل. يعني احنا دايما نتكلم عن إمكانية التنفيذ بمعنى أن المحكمة قد تقرر كذا فيمكن تنفيذه قصرا، ولكن ده مش في الإطار الدولي. من ناحية القانونية البحتة، أنك أنت المحكمة أن تقبل الاختصاص باختصاصها بنظر هذه الدعوة وقبولها بهذا، ثم أنها تنظرها في فترة قصيرة وتصدر قرارها بهذا، ده مكسب كبير جدا للقضية الفلسطينية وللموقف العربي والموقف العالمي. أيضا من ناحية القانونية البحتة، إنها تصدر هذه الطلبات أن تكون هناك إجراءات محددة تطلب من إسرائيل أنها تنفذها، وتعود إلى المحكمة في خلال شهر لكي تقدم تقريرا عما نفذته، لكي تتوقف عن القتل وإيذاء المدنيين وعدم منع المعونات الإنسانية، هذه إجراءات حقيقية يعني تؤثر تأثيرا كبيرا على الموقف. في الوقت نفسه هناك طبعا جوانب سلبية، بعض الناس قالوا طب ليه ما عملوش قرار وقف إطلاق النار؟ الولايات المحكمة ليس في اختصاصها أنها تصدر قرار وقف إطلاق النار، هذا من اختصاص المجلس الأمن، وبالتالي إذا كان هناك مسار للمحكمة
القرار ده انه يعني سيتقدم به السكرتير العام جوتريتش الى مجلس الامن وسنرى ماذا يحدث في مجلس الامن، لان هناك مشكله طبعا في الفيتو الامريكي وما اليه. ولكن ده الجانب القانوني ونقدر نتكلم فيه مطولا اكثر من هذا، وسياده المستشار ممكن يتكلم عنه. لكن الجانب السياسي هو الاتي، انت دلوقتي عندك يعني موجه عاليه جدا من الراي العام العالمي، الراي العام الامريكي، الراي العام الاوروبي بتؤيد الحقوق الفلسطينيه بعد ما حدث وما شاهدوه على التلفزيون. وبالتالي هناك احساس عالي جدا بان هناك ظلم وقع على الشعب الفلسطيني، وهذا الظلم ظلم جسيم. عندما تاتي المحكمه التي تمثل احد فروع الامم المتحده بغالبيه 15 في مواجهه 2 و2 واحد منهم اسرائيلي وواحد من اوغندا لتقرر هذا القرار، فده بتقدم الادله على ان الراي العام ماشي في الخط الصح، وانه يجب ان يكون هناك تحقيق دولي بخصوص هذه المشكله، مشكله او هذه الماساه، انها اسرائيل قد خالفت قواعد القانون الدولي وخالفت القواعد الانسانيه عموما، مش بس قواعد القانون الدولي، فيما ارتكبته من جرائم ضد الشعب الفلسطيني في غزه. وبالتالي نحن نتحدث عن نقطه تحول، هذه النقطه تحول ليس فقط في مغزاها القانوني لكن في مغزاها السياسي، سيتؤثر تاثيرا كبيرا على الراي العام. وعايز ادي لسيادتك نموذج، ان المانيا كدوله كانت ضد ان المحكمه تنظر هذه القضيه. بعد صدور القرار المانيا اتخذت موقفا مختلفا الى حد كبير، ليس تاييدا كاملا للقرار ولكن على الاقل انها يعني مقتربه من هذا. المانيا بتتعامل دائما مع القضايا المتعلقه باسرائيل بمنتهى الحساسيه طبعا، عشان نظرا لما حدث في وقت الحرب العالميه الثانيه وما الى ذلك. طب هنا انا عايز ارجع لدكتور محمود مهران، وان كان برضو وجب التنويه انه حتى القرار للسيده الاوغنديه عضو المحكمه لا يعبر عن اوغندا على الاطلاق، ده موقفها هي، ده مش الموقف الاوغندي حتى طبعاً. لا تختلط الامور. برجع مره ثانيه لدكتور محمود على المساله هنا بقى القانونية، زي ما كان بيقول لنا سعادة السفير نحن عايزين نرجع لك فيها. القرار المحكمة له أثر سياسي مهم طبعا جدا، ويمكن يساعدنا في تراكم نقاط لو صح التعبير، لكن وضعية ده أمام القانون الدولي، هل المجلس ملزم بأنه يطبق قرار المحكمة ولا أنه قرار المحكمة لا يحمل صفة الإلزام؟ لا طبعا بالتأكيد وفقا للقانون الدولي، يعني النظام الأساسي المحكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة بينص على إلزامية الأحكام والقرارات التي تصدر بمحكمة العدل الدولية، وبيؤكد على عدم جواز استئنافها. فوفقا للمادة 94 بتؤكد على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تنفذ الأحكام بحسن نية، لأن طبعا القانون الدولي كله بيقوم على الاحترام الدول العلاقات الدولية، إن يجوز يجب أن تقوم الدول بتنفيذ يعني العلاقات والقانون الدولي بحسن نية. فإذا النهاردة إسرائيل ملزمة بتنفيذ هذا القرار. ميثاق الأمم المتحدة نص يعني على حالة عدم التزام الدول بتنفيذ هذه القرارات، فعلى الطرف المتضرر اللجوء لمجلس الأمن. لكن طبعا حضرتك عارف مجلس الامن هنيجي نصطدم بالدعم الامريكي والفيتو، اللي يعني حضرتك عارف ان يعني رئيس الولايات المتحده الامريكيه اعطى اسرائيل شيك على بياض، واسرائيل يعني دايما بتتعامل ان هي فوق القانون وان هو ما فيش هيتحاسب. يمكن عشان كده فرحنا جدا وكان هذا القرار انتصارا للانسانيه وانتصارا للدماء الشعب الفلسطيني وكان انتصار للقانون الدولي، لان الناس طبعا في الشارع فين القانون الدولي، ويعني يمكن اللي بيحصل ده الانتهاكات دي كلها كانت هتخلي الناس تفقد الثقه في النظام الدولي العالمي، لان النهارده احنا المفروض عندنا قانون دولي ما بيتنفسش، بنشوف ازدواجيه في المعايير بيتنفذ في حالات معينه، زي ما شفنا في روسيا يعني الحرب الروسيه الاوكرانيه، شهدنا المحكمه الجنائيه الدوليه على الفور سرعت واصدرت قرار بتوقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على غرار بقى ما يحدث في فلسطين والجرائم البشعه والجرائم التي ترتكب ضد الانسانيه وجرائم حرب وجرائم اباده جماعيه، وحتى الان يوجد تحقيق ولكن لم يصدر اي قرار تمهيدي من المحكمه الجنائيه الدوليه بشان الجرائم او يعني المسؤولين السياسيين او العسكريين المتهمين بجرائم في اسرائيل. حتى الان لم نشاهد مثل هذه القرارات. فطبعا الامر هنا بياكد ان في ازدواجيه في المعايير بشكل واضح جدا. فقرار محكمه العدل الدوليه يعني بعث الروح فينا من جديد ان ما زالت هناك جهات في القانون الدولي، اجهزه ما زالت تمارس عملها. مجلس الامن للاسف يعني تخلى عن دوره الاخلاقي والانساني. مجلس الامن في كثير من الاحيان لم يمرر اي قرار لصالح فلسطين او قرار يعني يؤكد على انتهاك اسرائيل. النهارده الوضع مختلف شويه،
المفترض ان مجلس الامن يعني حكم المحكمه النهارده القرار ده ملزم، المفروض مجلس الامن لو اسرائيل ما نفذتوش يلزمها بذلك ويؤكد ان هي انتهكت القانون الدولي. ولكن طبعا حتى لو امريكا لم يعني تستخدم حقها في الفيتو ومررت مثل هذا القرار، هنيجي برضو نصطدم هيتنفذ ازاي. ميثاق الامم المتحده بينص ايضا في الفصل السابع على ان مجلس الامن له حق اتخاذ بعض التدابير، استخدام القوى العسكريه فيما الى ذلك، ولكن احنا نحن نعلم جيدا ان هناك يعني امريكا بتتعامل بشكل واضح بتدعم اسرائيل، هيكون في صعوبه في هذا الامر. شاهدنا امبارح تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، اكد يعني اعلن لجميع اعضاء الحكومه ان هم ما يعلقوش على قرار المحكمه. طبعا القرار ده يعني كانت صدمه ليهم بشكل كبير. برضو عايزين نوضح للناس ان القرار ده فصل، عشان الناس اللي بتتكلم بتقول ان المحكمه ما اصدرتش قرار بوقف يعني قرار بوقف اطلاق النار. المحكمه ليس من اختصاصها مثل هذه القرارات، المحكمه اليوم تتعامل مع اتفاقيه منع الاباده الجماعيه لعام 1948. فالنهارده في الماده التاسعه بتقول في حاله وجود اي خلاف او تفسير بشان تنفيذ هذه الاتفاقيه يتم اللجوء لمحكمه العدل الدوليه في مثل هذه الامور. فالنهارده المحكمه بتبحث في اتفاقية معينة. فالنهاردة المحكمة بالعكس القرار الذي اتخذته في الإجراء العاجل هو يعني قرار قانوني جدا، الحيثيات لم تعتمد على مثلا الأدلة الفلسطينية ولكنها اعتمدت على الأدلة المقدمة من تقارير أممية، لجان حقوق إنسان، يعني كلها حاجات حيادية. ما نقدرش نقول ان هي مثلا فلسطين ففي مثلا اي مثلا محاباه، لا، ده كل التقارير التي تم الاعتماد عليها والمحكمه اسست عليها قرارها كانت تقارير حياديه جدا. طيب انا عايز هرجع بعد شويه لمساله المحكمه واليات التنفيذ، بس بعد ما ارجع لسعاده السفير حمدي صالح، انا مش هسال هل امريكا هتستخدم حق الفيتو ولا مش هتستخدمه، لكن امتى امريكا هتبقى مستعده لعدم استخدام الفيتو في مجلس الامن وبالتالي نقدر نوصل لوقف لاطلاق النيران في فلسطين؟ شوف سيادتك، دلوقتي اولا النقطه اللي عايز اسرها مبدئيا هي ان ده قرار للمحكمه وليس حكم المحكمه. ومن وجهه نظر الامريكيه مجلس الامن ملزم بتنفيذ احكام المحكمه وليس قراراتها، ده قرار وهذا قرار له يعني قدره تنفيذيه ولكن محدوده، ليس مجلس الامن لا يمكنه ان ينفذ يعني يتخذ هذا القرار كحجه للتنفيذ، يجب ان يكون هناك حكم. لم تصدر المحكمه حكم لانها في وضع صعب، يعني اولا اسرائيل هي عضو في المحكمه، عضو في الاتفاقيه، اتفاقيه المحكمه، ولكن حماس ليست عضو في اتفاقيه المحكمه، وبالتالي ما كانش عندها القدره انها تقول ان هناك طرفين بيخضعوا لقرار لاختصاصها وبالتالي تصدر حكم في هذا. وبالتالي هناك مشكلة يعني إجرائية في هذا عندما تصل الأمور إلى مجلس الأمن، دي أول نقطة. لكن النقطة الثانية اللي أنت أشرت إليها، ما هو الأثر التراكمية لهذا القرار؟ ده أثر تراكمية واضحة جدا. الولايات المتحدة دلوقتي هناك تسريبات في نيويورك تايمز وفي الواشنطن بوست وما إليه أنها تتقدم بمشروع للتسوية لإيقاف الحرب، لإيجاد مخرج لإسرائيل من في هذه الورطة اللي هي وضعت نفسها فيها، وأيضا للتحرك تدريجيا نحو التهدئة والتبادل الأسرى ثم التحول إلى مسار سياسي لإيجاد مسار للوصول إلى دولتين. يكون إدارة بايدن بتتقدم بهذه الاقتراحات في هذه الفترة ثم تطلب من رئيس المخابرات الأمريكية جون بيرنز أنه يذهب إلى باريس ويقابل رؤساء الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية والمصرية والقطرية وحضور نائب رئيس الوزراء القطري وما إليه، هذا اهتمام بالغ من إدارة بايدن أنها تحرك الأمور، وبتحركها بعد هذه الحركة بعد هذا التطور أن المحكمة اتخذت هذا القرار. فدي أول نقطة. ولكن النقطة الثانية، أنت دلوقتي في موقف قوي كعرب وكفلسطين، أنت عندك الرأي العام معاك إلى حد كبير، عندك المحكمة العدل الدولية وهي أحد فروع الأمم المتحدة وهو فرع مهم بتأخذ هذا القرار، وهذا القرار عندما يصدر بإجماع القضاة بما فيهم رئيسة المحكمة وهي أمريكية، وبالتالي لا تمثل رأي أمريكا في هذا، لا تمثل رأيها الشخصي، وتتحدث عن في عندما تقدم الحكم بهذه الموضوعية وبهذه الدقة، ده في حد ذاته مؤثر جدا على الرأي العام ومؤثر جدا على الاتجاهات السياسية لأوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة. ولذلك أتوقع أن يكون هناك تحرك عربي أولا للاعتراف بدولة فلسطين
كدولة مستقلة ولتقدمها إلى الأمم المتحدة لتكون عضو في الأمم المتحدة والتحرك في هذا المسار بناء على أن هناك فعلا اعتراف بأن المحكمة العدل الدولية بأن الشعب الفلسطيني قد أوزي وقد يعني وضع في موضع بالغ السوء بهذه الحرب وأوزي فيها المدنيين وما إليه. وبالتالي الموقف الوضع التراكمي الذي تحدث عنه سيحدث مش نتيجة أن القرار من الناحية القانونية سينفذ، ما أعتقدش أنه سينفذ، لأن الأمريكان والغربيين عموما حيتدوروا على صيغة أخرى يعني تسمح بالطرفين هم يعني كل واحد يحقق بعض ما يريد. نقطة مهمة جدا حضرتك قلتها دلوقتي يمكن هنناقشها بعد الفاصل، وهي مسألة انه الدول العربية تتبنى مشروع للدفع بفلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، وبالتالي بنبقى بنقطع خطوة جديدة في سبيل وجود الدولة للتفاوض على حل دولتين. خليني هنا استأذن اروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا بكم مره كمان وكل الترحيب بضيوفنا الاعزاء سعاده السفير حمدي صالح مساعد وزير خارجيه مصر الاسبق ودكتور محمد مهران الباحث والمتخصص في القانون الدولي. ويمكن هرجع هنا لدكتور محمد مهران عشان قلت لي مهم جدا ناكد على الزاميه قرار محكمه العدل الدوليه، لانه وفقا للماده 41 من النظام الاساسي لمحكمه العدل الدوليه هذه المادة بتعطي الصلاحية للمحكمة أن تصدر أي تدابير وقائية أو قرارات عاجلة لتحمي الأطراف يعني بشكل عام، فهذا القرار تمهيدي لحين صدور الحكم. ولكن عايزين نقول أن هذا القرار يعني وضح لنا مسار المحكمة. النهاردة المحكمة بنسبة كبيرة عندها شبهة بشكل كبير بارتكاب جرائم إبادة جماعية، لأن وفقا للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، المادة الثانية عرفت هذه الجريمة بأنها كل التصرفات أو الأفعال التي يعني يترتب عليها إهلاك جماعة من البشر أو جماعة دينية أو جماعة عرقية أو اتخاذ أي تصرفات بشكل يعني يؤدي إلى وضعهم في ظروف معيشية معينة. طبعا احنا شايفين التهجير القسري، هدم ممتلكاتهم، القتل العشوائي، كل اللي بيحصل يعني ده بيمثل عدة جرائم في القانون الدولي. فالمحكمة النهاردة بناء على ما تقدم إليها من أدلة من جنوب أفريقيا رأت أن في شبهة كبيرة، فلذلك أصدرت هذا القرار الوقتي لحين الفصل في القضية. القضية طبعا هتستغرق وقت طبعا، وفي نقطة مهمة عايزين نأكد عليها، مصر أكدت أنها تتقدم بدفاع يعني في هذه القضية، لأن هناك أكاذيب طبعا تم ادعاءها في المحكمة، قول مرسل. طبعا الادعاء الإسرائيلي ادعى أن مصر هي اللي، طبعا كلام يعني لا يمكن أن يقبله عقل، أن هي مصر هي اللي بتحاصر فلسطين. طبعا كلام عارم الصحة، بالعكس مصر يعني موقفها ثابت جدا من القضية الفلسطينية، والرئيس أكد أكثر من مرة وحذر من اللي بيحصل يعني، وأكد أكثر من مرة ضرورة إدخال المساعدات. مصر ساعدت على صدور أكثر من قرار، يعني ساعدت في أكثر من مشروع قرار في مجلس الأمن لإدخال المساعدات وزيادتها. فتيجي النهاردة تقول لي إن مصر هي اللي بتحاصر، إزاي أنت أصلا المسؤول كقوة احتلال أن تحمي الشعب الفلسطيني، أنك يعني تمرر له المساعدات؟ فالنهاردة كل ده مهم جدا، إن ممكن دول تانية تنضم. طبعا شفنا ألمانيا. هنا يجي عندي بس سؤال، وهو مسألة متعلقة بأن الفارق ما بين صفة الإلزام ونفاذ أو تنفيذ القرار. أيوة. عمل كده زي بسطة لما يجي نطلع قانون في مجلس النواب، أنا لازم أنتظر كمواطن اللائحة التنفيذية علشان أضمن أن هذا القانون أصبح فاعلا. طيب نفاذ القرار أو إنفاذ القرار وعدالة ناجزة، ده وارد في القانون الدولي؟ هو طبعا بالفعل يعني القانون الدولي العلاقات الدوليه مختلفه شويه، المفترض ان الدول بتنفذ يعني التزاماتها بحسن النيه، المفترض ان اسرائيل على الفور تنفذ هذا القرار، ولذلك المحكمه وضعت طبعا يعني طلبت منها من ضمن الاجراءات الوقائيه انها تقدم تقرير خلال شهر توضح فيه ما هي الاجراءات الوقائيه التي اتخذتها من اجل يعني ضمان عدم ارتكاب الجيش جرائم اباده جماعيه وادخال المساعدات. يعني حضرتك لما تيجي تبص بمفهوم المخالفه لهذه القرارات، هي معناها وقف الحرب، لان طبعا اسرائيل بترتكب جرائم بشعه، القتل بشكل عشوائي، كل اللي هي ما ترتكبه النهارده القرار ده بيلجمها، بيحاول يحطها عند وضع تضع عند حدها. حتى لو اسرائيل ما فعلتش هذا طبعا الكلام، لازم بقى احنا نبدا نتحرك. طبعا هنستغل القرار ده طبعا مهم جدا سياسيا، زي ما سعاده السفير قال. عندنا نقطه تانية، احنا فين النهارده؟ شفنا في الحرب الروسيه الاوكرانيه، يعني احنا بنتعلم من المواقف دي. النهارده الدول الغرب فرضوا عقوبات غير وارده في القانون الدولي، يعني النهارده احنا بقى بنطالب الدول ابدا بقى افرض عقوبات. النهارده هي ما التزمتش اسرائيل بالقانون الدولي، ابدا بقى افرض عليها عقوبات سياسيه، عقوبات اقتصاديه، ابدا لوح بقطع العلاقات، يعني ما يبقاش في تعامل اقتصادي. لازم احنا نتصرف بقى، يعني عايزين ناخد قرارات. طبعا بالاضافه الى لازم نوصل لحل، الدول العربيه تستغل هذا القرار زي ما اتكلمنا لوصول
حل الدولتين، ان الاعتراف الكامل بفلسطين وتنفيذ القرار 242 ان يعني يكون حدود فلسطين على حدود 67. القرار ده كان مهم جدا، وطبعا دي قرارات شرعيه دوليه المفروض بلاش 242 لانه منزوع منه الالف واللام فده يدخلنا في حس بيس، لان هو خلاها لاند بدل ذا لاند، يعني او لاند بدل لاندز بدل ذا لاندز. فده 242 ده كان اكبر فخ اظن وقعنا فيه، يمكن ساعات سفير يصححني في ذلك، بس طول عمرنا نتكلم فيه عارف مش كده. وبعدين كان في ناس كتير لك عايزين ننفذ 242، يا جماعه 242 ده مش في صالحنا خالص، يعني حتى لو ينفذوا منه جزء لا كفايانا اجزاء كفايه، ده قرار التقسيم برضو مطوحونا فيه. لكن هنا هرجع لسعاده سفير في موقف ملتبس، وارجو صحح لي بعض الامور لو انا مخطئ فيها. سعاده سفير، الموقف مأزوم لدى الطرفين، سواء اذا كان الطرف العربي لو انا حسبت العرب كلهم في جهه، والطرف الصهيوني من جهه اخرى. بنيامين نتنياهو مش عاوز يوقف الحرب غير لما يعود الى داخله بنصر ما، هذا النصر بقى يبقى يقول انا قتلت قيادات حماس، انا عرفت اخرج الاسرى بعمليه كوماندوز، وانا شاطر وعفريت، فاقدر ان انا اقف قدام الراي العام واقدر ابعد عن كم الدعاوى المهوله اللي واقفه ضدي ودعاوى حزب العمل بسحب الثقه منه وما الى ذلك. من ناحيه تانية العرب هم كمان واقعين في ازمه كبرى متعلقه بانه صناعه القرار موجوده عمليا ما بين واشنطن ولندن، لو انا غلطان برضو قول لي يا فندم، ولا لندن ولا واشنطن عايزين يوقفوا الحرب نظرا لضغوط كتير. يعني واشنطن عندها ضغوط الايباك، ولندن هي صانعة الضغوط في بعض الاحوال. هنوصل لفين؟ شوف حضرتك، اولا انا عايز اتكلم على النقطة الاولى اللي اثرها الزميل عن الزامية القرار. القانون الدولي ليس فيه الزامية بدرجة كافية، وانما هي قرارات مجلس الامن التي عندما يؤخذ القرار في مجلس الامن ممكن ان يطبق عليه البند الباب السابع، وبالتالي يقرر مجلس الامن ان ياخذ قرارات عسكريه لتنفيذ يعني قراراته. ولكن قرار المحكمه له اثر معنوي واثر سياسي كبير جدا، وخصوصا اذا في هذه الحاله بالذات عندما قررت المحكمه بنود معينه يجب على اسرائيل ان تنفذها وان تعود في ظرف شهر لتقدم تقريرا عن امكانيه تنفيذها، ده تاثير كبير جدا على الجانب الاسرائيلي وعلى الجانب الامريكي. ما زال الجانب الأمريكي يتحدث أنه ليس هناك جينوسايد، ليس هناك إبادة، وما زالت إسرائيل بتنفي هذا. الغرب ما زال إلى حد كبير ميال، الحكومات على الأقل ميال إلى الجانب الإسرائيلي، ولكن هذا القرار نقطة تحول مهم، لأنه بيقدم من سقف العالم، من المحكمة العليا التي تمثل الرأي الشرعية الدولية، بتقدم نقطة هامة بتقول أن هناك فعلا إبادة، وان هناك خرق للقانون الدولي وخرق لاتفاقيه 1948 لمنع الاباده العراقيه، وبالتالي بيقدم نقطه تحول كبيره جدا في الموقف العربي والموقف الفلسطيني. المشكله بقى هي انك انت عندك زي ما اشرت سيادتك عندك يعني حاجه زي البازل كده، حاجه غير قابله للفهم في داخل اسرائيل. الصراعات داخل اسرائيل صراعات غريبه، والحكومه اليمينيه المتطرفه مش قادره تحدد موقف بتعمل ايه بالظبط. يعني لحد دلوقتي لقد رحبوا بالقرار لانهم كانوا متخوفين ان يكون هناك قرار اشد من هذا، ولكن رحبوا به، وجنوب افريقيا رحبت به، ونحن نرحب به. ولكن حكومه مصر طبعا اظهرت بيان بتقول كنا نامل ان يكون هناك وقف لاطلاق النار. ولكن في الموقف المتازم حاليا ليس هناك مفر من انهم يرجعوا الى الولايات المتحده، الولايات المتحده في اسرائيل يعني. الولايات المتحده هي التي ستقدم صيغه ما ل ما يسمى فيس سيفينج، او انك انت تقدم لاسرائيل مخرج من هذه الورطه، وهذا المشروع التي قدم به يعني اداره بايدن، والتي يعني بيحمله معاه جون بيريز اللي هو رئيس المخابرات العامه في مقابلته في باريس وما اليه، مشروع محدد انك انت بتقدم يعني هدنه لمده شهرين وافراج عن بعض الاسرى والمحتجزين ومحاوله للتهدئه، وتقدم لإسرائيل بعض المميزات وتقدم لحماس بعض المميزات، بحيث أنك أنت تخرج من هذه الورطة يعني إلى نقطة معينة تستطيع أن تبني عليه. ولكن إلى حد ما أنت محتاج إلى موقف عربي مهم في هذه المرحلة، تستفيد من هذا القرار، تستفيد من هذه الدفعة السياسية، بأنك أنت تتقدم الآن بطلب لمعظم الدول الغربية وللأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين كدولة حقيقية، بيسموها بفايبل ستيت، دولة لها وجود حقيقي مش مجرد authority يعني سلطة. وهذا ممكن في هذه الظروف، لأن هناك تأييد شامل في الجمعية العامة
للموقف الفلسطيني، ثم هناك تأييد أفريقي وتأييد غربي نسبي، وبالتالي يمكن أن يجب أن نتحرك في هذا المجال. النقطة اللي عايز أسرها إلى جانب هذا، أنت بتتكلم عن قضية بقالها 70 سنة أو أكثر، وهناك يعني حاجات تعقيدات متعددة فيها، يجب أن يكون هناك رؤية عربية ورؤية فلسطينية لما هو الحل. يعني لحد دلوقتي احنا بنقف عند النقطة ماذا سيكون مستقبل غزة بعد الحرب، يعني ما هي الرؤية العربية في هذا؟ ليس هناك وضوح في رأي هذا. ماذا يريد العرب من هذا؟ ما زال الأمريكان والأوروبيين والإسرائيليين يتحدثون عن خيارات متعددة، سيطرة السلطة الفلسطينية، إخراج قادة حماس وما إليه. هذه الأمور السيناريوهات صعبة جدا، يجب أن يكون هناك دراسة جادة من الجانب العربي، سواء من المنظومة العربية الجامعة العربية وما إليه، أو من الدول العربية الفاعلة في ماذا يمكن أن نفعله. أنا عايز نكمل بس هو للأسف وقتي خلص وقت البرنامج مش وقتنا، أنا ملك إيديكم يعني، بالعكس أنا ببقى مستمتع جدا بهذا النوع من المناقشات، لكن خليني أشكر حضراتكم جدا على وجودكم معنا. فندم سيادة السفير حمدي صالح نورتنا وشرفتنا، دكتور محمد مهران نورتني وشرفتني، وأتمنى أنها ما تكونش آخر اللقاءات، يعني ده بيت معالي السفير يعني موجود معنا دايما، نعتبره هو صاحب هذا البرنامج مش أنا على الإطلاق، نتمنى أنك تكون موجود معنا دايما. كل الشكر جدا لحضراتكم. السؤال اللي ممكن يكون بيطرح نفسه هو الجامعة العربية اللي المفترض جدلا أنه قراراتها بالإجماع مش بالأغلبية، هي مستعدة أنها تقدم مشروع بقرار بالإجماع علشان الدولة الفلسطينية تبقى دولة كاملة العضوية، دولة حقيقية في الأمم المتحدة؟ الإجماع متأكدين؟ أتمنى. خلطت الحلقة لحد كده، وكريم رمزي حالا يكون موجود معاكم وبرنامجه رقم 10، أما لو كان لينا عمر فهنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم 9.